السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج ناسنا. اليوم بسوق مختلف، بسوق الدراجات اللي الحكومة تفكر بيهم والشرطة تفكر بيهم، شايلين همهم وكل يوم لاحقينهم وكل يوم مانعينهم. وما شاء الله قراج الحياة ثلاث دراجات بالبصرة. شلون حجي؟ الله يخليك. شو أخبارك؟ والله بخير، بس احنا وين نروح؟ حجي انتم هنا تبيعون دراجات؟ لا نبيع. هي تبيع وتشتري؟ لا لا نصلح ونجيب. اي محل عندك او شنو؟ عندي محل. وين محلك؟ ذاك اليوم جيت هناك. اي ما خلينا مكان ما رحنا. اتمنى لكم الموفقيه. الجميع ان شاء الله. انا شيخ صبيح. والنعم منك. اي والله منال الصبخه. حياك الله شيخ. اي والله، واحنا ان شاء الله بجهودكم راح نفتح هاي المسافه كلها، راح اسويها، راح انا ادفع فلوسها كلها نظفها هاي على حسابي. راح اخلي الدراجات توقف على صفحه. الله يبارك فيك ان شاء الله. شو الخدمه تقدمها؟ انا اريد اضحي لي مليار كافي؟ مليار اضحي. ضحي فان شاء الله احنا بجهودكم. قد التمه حاج عندك مليار؟ اي هيك مخليه هيك على صفحه مليار. قاعد اطير فقره انا يوميه بال 400,000 500 جاي يوزع. الله يبارك. اي والله بارك الله فيك. انا محتاج 200. مو هسه يجيني الجمعه. تجي الجمعه تاخذ. فان شاء الله احنا بجهودكم وقناة الفرات ونشوفكم ان شاء الله. موفق ان شاء الله. اي والله نشوفكم ان شاء الله بالنجف. ليش بالنجف؟ زياره زياره. اي جرنهم بخالد عبالي تخوفنا. لا 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 تخوفنا عبالي بالموت. وان شاء الله احنا راح نخلي هاي كلها، راح ننظفها ونخليها تصرف مليار. لا عندي عادي المليار. اي شنو يا مليار يا اخوي؟ الله يوفقك ان شاء الله شيخ صبيح. الله يخليك. الف خير. اتمنى لكم الموفقيه. الجميع ان شاء الله. يا هلا اخوي. بس المليار شويه. شلون حجي؟ الله يحفظك. شو اخبارك؟ انتم هنا تحت راي الشيخ صبيح. اي تحت جوه. كل احنا الشيخ هنا. اي كل احنا ولده. والنعم منكم. أيه. الله الله يبارك فيكم. هو ابو السوق. أيه. هو ابو الكل. وعندك حسين هنا ابو علي صورنا على دراجته ابو علي. اي كل احنا على باب الله. اي عيشتنا على الله وعلى هاي. هنا بيع وشرى. بيع وشرى. اي نبيع. نبيع ب500 لك ب 495 فيها تبريده. تبريد بيها ابو علي؟ صدق بيها تبريد؟ لا لا ما بيه. بس جانا الشتة. لا لا ما بيه ما بيه. ابو علي تبيع لك راي؟ اي بيع. تشتري جديدة؟ لا والله مستعمل. مستعمل من السوق. لا تشتري جديدة لا مستعمل. اي نبيع ونشتري هنا بالسوق، بس ما مخلينا يعني كل ساعة وشحتونا، كل ساعة ركضوا ورانا. زين يعني احنا على باب الله، وين نروح؟ الله يسعدك. اي والله الله يكون معكم ان شاء الله. اي والله احمى الله هديك. الله يستر عليك. واحد عزمنا قاعد تعقد يمي. شلون حجي؟ شو اخبارك؟ شو شغلكم هنا ويا الدراجات؟ والله انا اول يوم اجي. اول يوم؟ اي والله. تبيع ستوته؟ لا والله عندي غراض اريد ابيع هنا البايسكل والستوته ذنيك. هاي. اي والله. ايش تبيع؟ والله حسب السوق، السوق تعبان. اي. طيب الستوته تشتغل بها ستوته مو؟ انا اشتغل بها على باب الله. بها السوق تشتغل؟ اشتغل بكل مكان. كل مكان؟ كل مكان. الله يعافيك رحمه الله. هاي ستوته ابنك كان يشتغل بيها مثلا؟ اي اي كان ابني يشتغل بيها، هسه ابني شاف هذا شغله بمحل. اشوف هنا بسوق الون بذني بسوق القسيم. اي بالحيانيه صحيح. يشتغلون بيها. يشتغلون بيها. موفق ان شاء الله. اشكرك رحم الله والديك. الله يعافيك. يعني الشيخ صبيح اول مره اشوفه؟ لا انا دائما اجي هنا بس انا. اي زين هنا مثلا اللي يبيع تعطونه وصل شلون؟ لو لا هيك دراجه تسالون عليها منين جبتوها؟ مكاتبات. مكاتبات. خمسة. تعال. ها. شو اشتغلت انا؟ ويا ابوك. وانا ابوك هو؟ هذا تشتغل. ها. ليش ما تخلي الشباب يصورون؟ ها؟ ليش ما تخلي الشباب يصورون؟ هم انا؟ ها. والله. كل ساعة تزر قدام الكاميرا. ما زارك. هسه اذا اقول لك على دراجة تعرف سعرها بيش؟ ايه. تقيمها؟ ايه. ذيك. واللي قاعد عليها؟ ايه. 500. شو اسمها هي هاي؟ ماكس. ماكس؟ ايه. 500. 500 بربان. زين. وذا شغل دراجة تعرف شو العطل بيها؟ ايه عافية والله. والله تبي اصف؟ بطل. بطل؟ ايه ما خربت والله. ولي؟ لا والله. غير المدرسة كل شيء ما تحصل. ايه. والله الدراجات لا تفيدك، هذا الشغل ما يفيدك، السوق ما يفيدك. حط لك شهادة. معروفة. حط لك شهادة. حد شيخ صبيح ليش هذا يقول المدرسة تولي؟ هذا يقول لك عندك المدرسة في فلوس. ايه بس هو يحط له شهاده بجيبه تفيده بعدين.
دفترين. شلونك انت؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الله يخليك. شو تبيع انت؟ بدي اشتري دراجه. تشتري؟ ايه. حصلت لو لا؟ لا والله قاعد يوم ما. اه. يعني مخارج زبير. خاف انه بتشتري؟ لا. مخارج زبير ما يكفون مو؟ ما يكفون. عم هنا غير حكي هنا ناكضون ناكضون ها ناكضون هنا ناكضون الدراجة سيطرات وين ما تروح يكضون سيطرات هنا وين ما تروح يكضون وهاي الدراجات ياخذون هالحيانية الحجز ياخذون الحجز ماله ولا زين بعدين الدراجة شلون تطلعها؟ بعد تروح تدفع فلوس يطلعونها اه والله الله يسعدك حجي ياخذون هالدراجة من هنا يقصون بها وصل يقصون بها وصل ياخذونها شو وقت ياخذونها مثلا خذوها من عده بالليل ثاني يوم يروح المنا وباشا يقص وصل ب 50,000 يطيهم وتمشوا وياه اسمه ياخذ الوصل وين يوديه لولا يعطونه الدراجه يرجع يكفونها يعطيهم 50,000 وعلى هاي الرنه قاضيين انا اشتغل دلفر الدراجه بطل اشتغل دلفر مال التوصيل بطلت جيت انا راح ابيع دراجتي بطلت يعني بطلت من الشغله كلها كم راح تزوك والله هاي 50 ب 50 ب 50 يعني ابو المطعم يعطيك بشهر 500,000 اسمه 200 ايجار تطيهن والباقي مصرف عطلات الدراجه بطلنا من المطعم هاي الدراجه راح نبيعها هنا من ورا السيطرات لا شغل لا عمل ذابينها عد الفريق الله يسعدك بعد عمري نعم اعزائي المشاهدين تواصل وياكم بهذه الحلقه من برنامج ناسنا ويناسنا واهلنا طيبين شلون حجي؟ شو اخبارك؟ بعد روحي شلون صحتكم؟ الحمد لله دراجه اللي عندك؟ لا هيك نجيت مرات نجيت يعني وناس يعني مثل ما تقول اي اي تكون السوق هذا السوق؟ يعني مرات تجي تفرح عن نفسك لو فد شيء لو هاي من هذا بس السؤال يعني حسب انك تبي تطرف مالك علاقه دراجه تجي لهنا يعرفون مصدرها مثلا؟ والله مصادر غير معروفه اذا تجي تبيع لها يعني هي بدون اوراق فشيء اكيد يعني غير معروفه زين مساله المكاتبه مكاتبه وكذا من هذا الباب زين ويا اليوم السيطرات الحكومه بالبصره جاي تمنع الدراجات هو شوف بنفس الوقت قرار يعني صائب وبنفس الوقت قرار غير صائب من ناحيه الصائب القرار يعني تحد من هاي الظاهره لان ظاهره صارت ظاهره عشوائيه وبالاضافه الى سرقات وكذا وهاي وسائل بالدراجه اما الغير اسمه فاكو ناس يعني بسطاء هذا اللي طالع هذا اللي طالع على شغله يعني انت سمنتي تحاسب الشاب اللي مسلخ الدراجه وكذا وهذه تقدر تحاسبه هذا بس مو تجي شايب يعني طالع على باب الله ما ادري شنو هذا تحجز دراجته فهذا شيء يعني معيب من قبل الدوله يعني بالفعل هو هذا عين العقل الدقيقه يعني الامر هو هذا بجنبتين جنبه ايجابيه وجنبه سلبيه مثل ما تحدث الاخ ابو من ابو امير ابو امير تحدث بكل وعي انه الجنبه الايجابيه انه اكو عشوائيه صارت بالحركه بدراجاتنا بالبصره واكو هو ازدحام اصلا فهاي الدراجات مرات تضر الناس وما تعرف مصادرها شنو ما تعرف مصادرها شيء اكيد وافق ان شاء الله شلون حجينا؟ تفضل عزيز شخبارك؟ الله والديك شو شغلك حجينا؟ والله هنا على باب الله تبيع تشتري؟ ابيع واشتري تبيع تشتري بالدراجات؟ اي قصا لك؟ واي صار والله من السقوط لحد الان تشتغل بالدراجات؟ اي شو شغل الدراجات؟ والله بعد هو ناس كسب احنا وين نروح يعني؟ وعيشتنا على هاي. هم مصلح مو؟ لا والله نودي للمصلح. لا والله نعم مصلحين نودي للمصلح و اي. زين حج. موفق ان شاء الله حج. الله والديك. الله يستر عليك. الله والديك. شلونك؟ صوتي ما اقدر. بلاعمه كلش. ليش؟ من بيع والشراء؟ صيح؟ على باب الله. ايه. يعني تجي دراجه نشتريها يشدع قلبنا الا نشتريها. بالمعامل. دهره ودهره حتى صوتنا منبوع صحيح وعيشتنا عليها الله وهالدراجات وهالدوله تفتر ورانا كاظ ويوميا يشيل منا واخر منا محتارين وين نروح لاكو شغل اشتري هذا الغالي اذا اشترينا جديد اذا اشترينا جديد بيش نبيعه اذا هو محروق من بقاع زين احنا بيش نبيعه بس احنا نشتري هذا المستعمل هذا المستعمل لنا بيه 25 مثلا 30 نصلحه ونعمره ونجيبه بس الدولة هم ما مطيتنا مجال موفق ان شاء الله الدولة ما مطيتنا مجال يعني هسه كل يوم الحجز حجز تحدثت بهذا الموضوع اكو يعني جنبتين العفو جنبه ايجابيه وجنبه سلبيه يقول لك السلبيه بيها صارت عشوائيه ماشي وياك انا بس ابن عمي هي لا اكو شغله مثلا اذا اكو واحد يسوي شغله بالشارع مو زينه خب مو تنعكس علينا احنا شنو ذنب اكو ناس محتاجه مثلا اكو واحد بعده يشتري سياره ليش يروح يرجع اكو واحد يريدها للسوق مثلا يسوق بيها ويرجع هسه الدليفري للطلبيات الدليفري يعني هسه ليش ما تكض الدليفري يعني تركض علينا احنا
يعني احنا نقول الدليفري هذا باب رزق يشتغل. احنا باب رزق ابن عمي، احنا رزقنا على هذا السوق. ناس عطله كل شيء ماكو. لا عندنا رواتب قويه ونقول نقعد بالبيت ونسكت، لا. بس عندي ملاحظه صغيره، انا عندي اخوي يشتغل بمطعم. ايه. عنده دراجه من هاي الوزوازه 60 يوميتها 10,000، البارحه كذا والدراجه من عنده ب 50,000 الا طلعته. يعني شنو هالجرم هذا؟ وهم يكذبوا ثاني مره. هم نفس الشيء ب 50,000. والله احتارينا حيره والله. حتى التسجيل اذا سهل مثلا 150 200 تقدر العالم تسجل، اذا هو يسجل ب 500 ومن يروح للعشار يكضونه ياخذونه من عنده، شنو الفائده؟ ما سوينا شيء. وانا 500 ابو الهين وذني ذني كين كاتبين عليهن يعني مو ما يسجلن. إيه؟ اصلا اوراق ما بيهن شلون يسجلن؟ ذني يدخلون هنا العاب. احمد الله والله زين بيا طريقه يسجلن ذني. إيه؟ صحيح. يعني مشكله مو بالناس. لازم يصير حل، واحنا حكينا بهذا الموضوع هواي، وهي يعني مشكله موضوع دراجاتي، موضوع معقد كل شلون حجي؟ شو اخبارك حبيبي الغالي؟ بعت لو بعدك؟ لا والله وينك ابو بيع؟ ماكو بيع والله، يوميا ننزل ونرجع البيت، ننزل ونرجع البيت. ليش عرضت؟ تلقانا 200,000 سيطره والله العظيم، يعني قبل كم يوم لزمني وتوسلت بي ماكو 50,000، احنا بسبب 50,000 ياخذ مني. وصل 50,000 وكتب على حتى عم سوا بالنقال، كتب عليه موت ثانية ذات لزم 100,000 يعني تتر. ما يصير هيك يا اخي، لو طبق قانون وما خلوا واحد يطلع، لو ما يعني العده هويه بجيبه يتعدى يعبى عليهم، ما عنده هويه بجيبه اطبق 50,000 يعني ما سويت شرطي شلون بالله؟ ما سويت موظف يعني ليش ما انت ليش طبق قانون عليه؟ وذا شرطي على الكل يطبق، لو طبق القانون على الكل يعني واحد قدامي عبى وانا تلزمني اخذ منه 50، ما يصير يا اخي. لو امنع فرد نوب امنع حكلم صادر يقول اربع مرات كاظمين، ما يصير يا اخي. يعني انت هاي مصورها بالجزمه 100,000 مره ثانيه اذا لزمتني، ولزمني هنا انا لزمني، مو يعني مو لا جاي امشو لا جاي افلق، مجرد هنا بالعز يعني نازل على الشارع قل لي صعدها فوق، ما يصير يا اخي. بصف الشرطي ما لزم اطلع على هويته، يعني لو عنده يكون يطبق على الكل، ما يصير يا اخي والله العظيم ملينا يعني ما ادري. اعطونا رواتب سجلونا بالجزمه، اعطونا 100,000 بالشهر 150، ما نطلع نقعد ببيوتنا نوكل عوائلنا منهن وفضتوا يعني علي من. انا لو ما جوعان لا راتب لا اجمه لا تعيين لا شغل لا عمل، اجي للسوق متوازي يعني عايب بيت وجهالي عايب موت وجهالي ببحتهم بالبيت ما متوازي، بس غير على الله وعلى هاي الشغله يعني وين هو؟ الله يسعدكم ان شاء الله. الحمد لله ونحمد الله. الاسم حمزه هم نفس الحاله، نفس المعاناه نفس المعاناه. شلون الله يخليك؟ شلون الله يحفظك؟ علاوي علاوي اشتر علاوي اشتغل بعرب، انا عرب ايش تبي؟ لبلبي نوبات عرنوس. اي انا راح اصير حركه على لبلبي شويه. هو شو اسمه والله وين كفي لك الله الطاسه بربع وما حد ياخذها، والعباس وفال ليمون وفلفل حار. ها اليوم العرنوس بحته بربع. أيوة والله جا واحد راضي يحط راسه بالجدر يابس يابس عرنوس. اي والله شلون في يابس مستوي يريد يقول لي بربع شو اسمه جوا السوق. وعلي على الكورنيش بلف يبيعونه بلف روح على الكورنيش بيع. وين هو قال لك بربع ما ماشي انه يقول لي بلف. الله يوفقك على الله ان شاء الله. الله ان شاء الله. وين حيدر السكيني؟ حكي حيدر عم نار المكاتبات. وين ابو المكاتبات؟ نعم اعزائي المشاهدين، احنا بسوق الدراجات. حمزه ما شاء الله صوتك شو؟ هنا جماعه باعوا واشتروا. اشتريتوا؟ بيا الخير ان شاء الله. بعت ان شاء الله حجي؟ لا لا انا اشتريت. مين اشترى؟ يلا اشترى. احنا شركه بالدراجه مال حجي انا ابيعها. شركه بالدراجه؟ وفقني ان شاء الله. الله يهديك. خو بعد ما تخافون كلكم سيطره؟ والله احنا مو يم السيطرات ولا شيء، احنا منا مقصر، بنروح بيها الدوام ونرجع البيت. مو يم ال تاخذونها مقصر؟ اي مقصر. هي قريبه عليكم، هناك ماكو سيطرات يمكن. لا ماكو سيطرات. وفقني ان شاء الله. والله. شو شغلك حجي؟ انا عامل. عامل يمن؟ عامل بشركه الحاويات، شركه اللورين. شركة اللورين. ها مرحاويات هاي تطبيها بضائع؟ بضائع. ما شاء الله. انت بالتنزيل بمن؟ اي بالتنزيل مال الحاويات. اي. هاي البضائع كلها تجي يعني مثلا العشرة اشخاص، شو تفردوها؟ بالحاويات. هي مخصصة. اي. كل من تاجر يعرف بضاعته. ايه. زين. وكل واحد مكتوب معلوماته واسمه عليها. هم كل ناس اختصاصي يفردون هاي البضاعة.
هي مفروده، هي تجي مفروده. كل تاجر، كل تاجر عنده قطعه عن لوكيشنات ملاته، يعني كل تاجر عنده 150 حاويه 200 حاويه ينزله من الباخره للساحه. تاجر بعد يعرفن عنده ارقام حاويات اذني انه يتحمل، يعني يدخلن جمرك سونار يروح للتاجر ويتابعهن هو باللوكيشن. اي يتابع ما هني. موفق ان شاء الله. ممنون قلبي. الله يسلمكم. نعم. تبيعون جديد؟ تشتغلون بالجديد؟ نعم. شلون الشغل الجديد؟ هاي كل وحده بسعرها هاي دراجات. اي اكو 900، اكو بمليون، اكو مليون ربع، اكو مليون ونص، يعني كل دراجه حسب الحجم ماله وحسب المحرك ماله وحسب النوعيه. اكو صيني واكو ياباني واكو كوري. حجة ساعه نوعيه هاي ايش بيها؟ هاي كوري هذا؟ لا هذا ياباني. ياباني؟ نعم. ايش السعر الياباني؟ هاي ب 13 ورقه. 13 ورقه؟ نعم. زين، شنو الفرق مثلا عن الايراني؟ الايراني هاي اوتوماتيك. هاي الايراني رقم والسنويه، ذيك بس تلزم تروح لحجز ما تطلع. ما تطلع، يقول لك تروح تدفع غرامه اول ما تروح وين؟ القسم السرقه. بال يم غرفه التجاره. تروح اللي هناك يدق اوراق، يدقون رقم الشاصي مالها، اذا طلعت الدراجه السرقه. هاي تترقم. هاي؟ لا ما تترقم. اذا تريد الصديق تترقم. تترقم. نعم. بس الايراني ما بي مجال، هي والتيك توك ما بي مجال. يعني انا انحجزت هاي الدراجه، هذيك التسعه خلي صوره شويه. هذيك انحجزت الدراجه بالاربع شوارع. ودوني قسم السرقه، دقيت رقم الشاصي ماله، رحت دفعت غرامه 50,000 يلا طلعوا الدراجه. نعم يطلع. هاي شنو هاي؟ هاي السجنس. تايوان محرك ياباني، هذا كورد ما ذا الغلاف مالته. نعم، دوله تصنع شكل والمحرك شكل دوله، يصير تجميع. حلو. نعم. ابو حجر هو هذا شغلك به، اختصاصك تبيه. نعم. زين، اكو قصه المنافيس من تدخل بالميناء. نعم. تدخل دراجه؟ لا، تدخل لعب. تدخل لعب. نعم. هس اي نعم، من يعني ذيك السنين كانت تدخل دراجه جاهزه. هسه الدراجه تفسخ يلا تطب وتطلع، يفسخوها من الدوله اللي تجي بيها من اليابان. نعم تطلع هي لعبه. زين الحين هاي القصه مال المنافيس مالته مثلا تكتب دراجه تترقم بعد دراجات ولا لا؟ بالنسبه لهاي تترقم. تترقم. نعم حسب اللي يقدر. حسب اللي يقدر. هسه انت هسه بهاي الحاله تقدر تروح تطلع لها اجازه وما سوى وتروح ترقمها، ما بي اي مشكله. موفق ان شاء الله ابو حمد. الله يطول عمرك. الله يخليك يا مرحبا وسلم بك. اي بخدمتك. احنا طبعا هنا محلات وتوقف الرزق مالنا، ليش؟ لانه سيطرات جاي تلزم الدراجات، يعني هاي شوف احنا على باب الله، ولو ما عندنا معيشه للبيت ما نجي نشتغل هنا. صحيح. بهذا التعب شوف، يعني انا احكي وياك مثلا هاي ايدك ليش؟ هاي ايدي ليش؟ من غسل الدراجات المعاناه. غسل الدراجات؟ اي نعم. زين السيطره من تلزمه بعد هذا ما يجي يشتري من عندنا. يكره الدراجه. فراح تبقى الدراجه علينا. صحيح. يعني هذا هم يصير هذا؟ يعني تأثروا المحلات. ينقطع. تأثروا المحلات بهالقرارات. شوف الدراجات كلها ظلت على قلبنا، ليش؟ يعني شداد خاسد عليها. زين اكو ناس يعني مستحق اللزم واكو ناس ما مستحق اللزم. زين راح الواحد يعم الكل. زين مثلا هسه انا اعتبر مثلا الشرطي او مصدر قرار بقياده الشرطه. نعم. شلون اميز الزين المو زين؟ اذا مثلا هي اكو مشكله على الدراجات، شلون اميز الزين؟ مو اكو ناس يعني هسه تباله من عنوانه. يعني هذا حرام مبين، شعر ودقدق وسوالف مو حلوه ودراجته كلك. واكو ناس محترمه، زين هي قاعد تتساول محترمه ويا المو زين. هذا شيء ما يصير. صحيح. صح لو لا؟ وليش يقول لك عينك ميزانك؟ صحيح. فاحنا لازم هذا الشيء لازم نحط لنا بيه حد، وكل احنا عايشين على باب الله، يعني هو لو ما عنده عائله ويريد يعيشه يجي بهذا السوق؟ لا. او هاي المعاناه؟ الله يكون بعونكم ان شاء الله. رحم الله والديك. احنا بس هذا اللي نطلبه من عندكم. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم. هسه احنا بدي اشتري دراجه انا والله، بدي اشتري دراجه جديده. ما اقدر اروح، خاف سيطره وتقضني. بالله العظيم. خايف علي. اي والله هسه هاي شوفها عجبتني هاي الدراجه ما اقدر اخذها. حملها. شلون احملها؟ ما ادري بيتنا بالقرمه شو احملها؟ والله العظيم. يراد لك كرو فوقها. اي يراد لي كرو فوقها. ساي اشتريتها؟ على اساس هاي والله ايش سعرها تلني؟ اشتريتها مليون و200. هاي ايش قد تمشي 120؟ والله احنا ما مشيك بصراحه. والله اي. غير تشيك ايش قد تمشي؟ اي 120. تمشي ب 120 طلع؟ لا لا انا امشي. لا والله ما متوازي. انت وين راح تروح بيها؟ هي لاخوي موظف يعني رايدينها للبيت مثلا هي شي السوق. قضاء حاجه يعني ما اطلع يوم كانت بعيده. والله ادعيك بلكي ما يكظونك. والله لا شلون ما يكظوني؟ حتى شي سيطرات ما يتفهم بالله العظيم. قبل اي ماكو جديده ما جديده اخذها قبل. دليك الطريق ما حد يكظك. والله بعد منكم ما ادري كيفكم. موفق ان شاء الله حبيبي. حبيبي مشكور. جماعه القرمه ليش هيك عيني؟
نعم اعزائي المشاهدين. ايه ما اقدر ناخذ اخوي راعي القرمه. نعم اعزائي المشاهدين وصلناكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج ناسنا. كانت هذه الحلقه ويا اهل الدراجات واتمنى ان صوتهم ينسمع واتمنى مطالبهم يعني تاخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل قياده الشرطه وقياده العمليات، لان يعني شباب اغلبهم محتاجين وهالمحلات اذوا وتجار الدراجات اذوا بهذه القرارات. نعم اعزائي المشاهدين على امل اللقاء بكم بحلقات قادمه، تقبلوا تحياتي تحيات كادر العمل، اشوفكم بألف خير.